حلقتنا بتبدأ بانضمام الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ عبر خاصية زوم. مساء الخير سيد سامويل. مساء النور يا أستاذة داليا، وشكرا على الاستضافة وشكرا على هذه التغطية المهمة. من اللازم أن كلنا نشوف بعيننا ما حدث وما يحدث داخل الحدود السورية وداخل تركيا. أهلا وسهلا بك من جديد. ما نعرفه عن قانون قيصر أنه يسمح بإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى سوريا حسب هذا الفيديو للخارجية الأمريكية، دعنا نراه سويا. التي أصابت الشعبين السوري والتركي، رأينا بعض التقارير الصحفية الغير دقيقة التي تروج الفكرة الخاطئة أن العقوبات الأمريكية تمنع وصول المساعدات للشعب السوري. يجب أن أوضح أن أي عقوبات أمريكية أو أممية تتضمن استثناءات، وهذه الاستثناءات على سبيل المثال إلى حصر تشمل المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية والخيام وغيرها. الرئيس بايدن كان واضحا عندما قال إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي وكل أنواع الدعم للشعب السوري، ولم نمنع أي دولة من تقديم المساعدات. الولايات المتحدة قدمت في السابق منذ بداية الحرب في سوريا وستستمر بتقديم المساعدات الإنسانية، وهذا الأمر ليس له علاقات بالعقوبات. الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري. بناء على هذا القرار، لماذا قدمت أمريكا كل المساعدات إلى تركيا ولم تقدمها إلى سوريا؟ أعلم أنك ستقول بأن القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم ننسق مع قوات سوريا الديمقراطية لنقل المساعدات للمتضررين. الزلزال هو على خط زلزالي واحد من تركيا إلى سوريا بشقيها المعارض والنظامي، إذن لماذا هذه التفرقة من قبلكم إنسانياً؟ إذن شكرا يا داليا على هذه الفرصة لتوضيح شيء. ليس هناك أي تميز، ليس هناك أي تفرقة، ومن الدقائق الساعات مباشرة بعد الزلزال الأول رئيس بايدن هو قال إن نحن الولايات المتحدة ستقدم كل المساعدة اللازمة ونحن سنبذل كل ما في وسائنا لتقديم هذه المساعدة لكل المصابين، لكل الأماكن تحت الخطر من الزلزال، وليس هناك أي استثناءات. لدينا الإمكانية لإيصال وتقديم المساعدة الإنسانية لكل الشعب السوري أم عبر المؤسسات والمنظمات الإنسانية غير الحكومية في هذه الأماكن في سيطرة المعارضة في شمال شرق سوريا، أم عبر الأمم المتحدة في الأماكن تحت سيطرة النظام. ليس هناك أي تمييز، ليس هناك أي أرقلة أمام إيصال وتقديم المساعدة الإنسانية الأمريكية للشعب السوري، ولا نشتغل أكثر مع الأتراك من السوريين. لا، نحن نريد أن نقدم المساعدة للكل كل الذين كان تحت الضرر من هذه الزلازل. إذن هذا تأكيد من حضرتكم بأن المساعدات ستصل إلى كل السوريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، سواء كانوا معارضة أم تحت سلطة النظام السوري. وصلت، ليس لن توصل، لا وصلت، لأن منذ 12 سنة كانت الولايات المتحدة لديها علاقات قريبة مع كل هذه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تشتغل في هذه الأماكن، مثلا في الشرق شمال سوريا. وبكل آسف لدينا تجربة ولدينا خبرة في تقديم المساعدة الإنسانية بسبب القمع ضد الشعب السوري في هذه الأماكن منذ أكثر من 12 سنة. كان لدينا التجربة، أنا أقول بكل آسف لأن لا نريد أن نكون لدينا هذه الخبرة، ولكن لدينا بسبب القمع واستخدام مثلا أسلحة كيميائية من النظام السوري ضد الشعب السوري، إذن لدينا هذه الإمكانية. وقدمت أكثر من قدمت الولايات المتحدة أكثر من 15 مليار دولار كمساعدة إنسانية. إذن في الدقائق والساعات قليلة بعد الزلزال الأول
قامت الوكالة التنمية الأمريكية الدولية USAID بأمر كل وبإرسال رسائل لكل هذه المؤسسات، وأعطتها السماح لاستعمال واستخدام كل المعادات التي كنا نقدمها من في الماضي لاستعمالها الآن في هذه الكارثة. والآن نحن نبحث عن كل الوسائل ممكنة لإيصال مساعدة جديدة. نحن نعرف أن هناك بعض الإرعاق أمامنا ليس من القوانين أو العقوبات، ولكن من الظروف الصعبة على الأرض، من الدمار في باب الهواء، من الشتاء، الجو والطقس البارد وقاسية. إذا من اللازم أن نتكلم مع كل الحلفاء والشركاء لدينا في هذه المنطقة لبحث عن كل الوسائل الممكنة لإيصال هذه المساعدة الإنسانية. ولكن من جانب الأمريكي ليس هناك أي أرقلة أو أي هواجس قانوني أو عبر العقوبات. نعم سيد سامويل، يعني هناك الكثير من البلدان التي هبت لمساعدة سوريا وتركيا، ولكن كان هناك أيضا بلدان أخرى التي بقيت على الحياد، يعني تحت ذريعة دعنا نقول بأن القوانين فضفاضة وحمالة أوجه، وممكن فيما بعد يعني قانون قيصر يرجع يطلع يعود إلى الواجهة من جديد، وقد نتحمل تبعات هذه المساعدات. هل من مساعدات معينة يمنع قانون قيصر من يعني يمنع أي بلد من تقديمها إلى سوريا؟ ببساطة لا، ليس هناك أي شيء في قانون قيصر أو أي قوانين أو أي عقوبات أخرى أمريكية أم أممية التي تمنع المساعدة الإنسانية من أي بلد بما في ذلك سوريا أو إيران أو أي بلد آخر. إذن ليس هناك أي حاجز أمام أي دولة تقدم مساعدة إنسانية مباشرة إلى الحكومة السورية، النظام السوري، أم عبر الأمم المتحدة أم عبر هذه المؤسسات الإنسانية غير الحكومية. نعم. ليس هناك أي هاجز أمريكي أو قانون أمريكي أو عقوبات أمريكية ضد ذلك. يعني سيد سامويل دعني يعني أضع سؤالي بطريقة مباشرة، لبنان مثلا أعلن فتح مطاره وموانئه لسوريا، هل يترتب على هذا الموضوع عقوبات معينة أم أنك يعني تقول لا عقوبات على لبنان؟ ليس هناك أي عقوبات على لبنان أو روسيا أو أي بلد آخر التي تريد أن تقدم مساعدة إنسانية إلى الشعب السوري، حتى إذا الدولة تريد أن تعمل ذلك بتنسيق مع النظام السوري. من جانبنا من الولايات المتحدة ليس لدينا علاقة مع هذا النظام، ونحن نرى أن هذا النظام ليس لديها مصداقية. مرارا وتكرارا رأينا أمثلة من هذا النظام يستغل المساعدة الإنسانية ويتوجه المساعدة الإنسانية إلى أماكن معينة بدلا من كل إنهاء البلد. إذن من جانب الولايات المتحدة لا نريد أن نشتغل مباشرة مع الحكومة أو النظام السوري. لدينا الإمكانية لإيصال مساعداتنا إلى الشعب السوري في كل إنهاء البلد عبر الأمم المتحدة وعبر المؤسسات غير الحكومية الأخرى، ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تدع أي حاجز أمام أي بلد أي دولة أخرى التي تريد أن تشتغل مع النظام السوري بالنسبة لتقديم وإيصال المساعدة الإنسانية. نعم سيد سامويل، ما نوع المساعدات التي تقدمونها إلى سوريا أو تركيا، خصوصا في ظل الحديث بأن المساعدات التي تأتي إلى سوريا على وجه التحديد هي في الأكثر مساعدات غذائية، بينما المطلوب هو معدات ثقيلة مثلا، أدوية، قد يكون غاز، فيول، ما هي المساعدات التي تقدمونها؟ بالضبط، هذا نقطة مهمة جدا يا أستاذة داليا. والولايات المتحدة الآن تقدم بعض المعدات مثل معدات تقصير ومناشير ومثقب ومشعال، لأن الآن نحن في هذه المرحلة الحشاشة وصعبة جدا في أي بعد أي كارثة طبيعية. نحن نعرف أن 48 ساعات بعد الكارثة هي أهم وقت، ومن اللازم أن نركز الآن على هذه العملية البحث والإنقاذ. ولذلك الولايات المتحدة أرسلت فرقين من الأشخاص من فيرجينيا وكاليفورنيا لديهم خبرة عميقة وكبيرة في هذا الموضوع،
الموضوع، وهم في الآن في تركيا المنطقة. وأيضا كما ذكرنا، نحن كانت لدينا كل هذه المعدات طبية متطورة وبطانيات وخيام موجودة في هذه الأماكن في شرق شمال سوريا، لأن كانت لدينا هذه العلاقات مع كل هذه المؤسسات غير الحكومية. إذن كل هذه المعدات جاهزة موجودة في المنطقة، ولكن الآن نحن نبحث عن الوسائل الأخرى لتقديم أكثر من هذه المعدات، خاصة كما ذكرت المعدات الثقيلة والمعدات التقصير والآليات والأدوات. ولكن في نفس الوقت لازم نركز أيضا في نفس الوقت على المستقبل. وأنا أقصد أن الأيام أمامنا، الأسابيع أمامنا، لأن نحن نعرف أن ستكون احتياجات أخرى كل يوم. كل يوم هناك احتياجات جديدة في أي كارثة، ونحن نعرف أن في الأيام أمامنا ستكون احتياجات أخرى مثل الخيام والبطانيات، وممكن بعد الأيام ستكون بعد هذه الأماكن ستكون تعرضة للانتشار ممكن الأمراض مثل الكوليرا. إذن من اللازم أن نركز في نفس الوقت على هذه المرحلة للعملية البحث والإنقاذ، وفي نفس الوقت لازم نفكر في الأيام أمامنا. نعم سيد سامويل، أريد أن أشكرك على هذه المشاركة القيمة، شكرا جزيلا لك.